tell us what makes you optimistic that this tripartite meeting will take place soon? And any further... Mr. Barzani, you're probably aware of reports yesterday of very large troops... الخبيرة شندي دان بوصلن في جيش توا لداخلي تركيا استحرطت استحرطت بيبيا و عايز بخويا أما هم دوين ك جيش تركي داخلنا لي كخوش هذا زمان كأنا برجي زو كخوش هذا بو أمر بو هم كتا أنجام في زو شرطيا. The Iraqi Kurdistan expressed that view publicly and all the same time. Whoever will come, توصلنا أخيرا إلى ما حدث منذ 50 سنة. هي حليفة قديمة للولايات المتحدة. فيما يخص موضوع العراق حسب ما سمعت أن الحكومة التركية غير مستعدة أن تدخل في قتال إلى جانب القوات الأمريكية ضد الجيش العراقي أو ضد النظام العراقي. أعتقد التناقض يأتي هنا. إذا الجيش التركي غير مستعد أن يشارك الجيش الأمريكي في مقاتلة جيش النظام العراقي، إذا السؤال هو لماذا يدخل الجيش التركي أصلا؟ We will not forget those events. And we hope.